بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذا الدرس الجديد واللي كيتعاقبنا طبعا بالتربية المدنية مدى الجمعيات القسم الخامس ابتدائي. إذا المرجع هو المفيد في الجمعيات. نشرع على بركة الله أن الدرس العنوان ديالو الإحساس بالآخر ضمان للاحترام المتبادل. نعم، أهداف تعلماتي أكتشف معنى الإحساس بالآخر، أستنتج من خلال أمثلة ملموسة معنى الصور النمطية. نعم، الصور النمطية. وأخيرا أربط العلاقة بين الصور النمطية والتمييز حسب الجنس واللون والمعتقد. أمهد لتعلماتي طبعا وهما في الطريق لزيارة جدهما. نعم، لاحظ محمد وأخته فاطمة وهما في الطريق لزيارة جدهما مشهدا مثيرا لأطفال يرمون رجلا مسنا بالحجارة. أطفال يرمون رجلا مسنا بالحجارة. محمد: لا أرى مشكلة في ذلك، إن وضعه كمتشرد هو السبب فيما يحدث له. فاطمة: يبدو أنك لا تعرف كيف ينبغي علينا أن نعامل الآخرين. محمد: لا أفهم ما تقولين يا فاطمة، هل باستطاعتك أن توضحي لي ذلك؟ نعم، هذه تمهيد ديال التعلمات ديالنا. إذا نبدأ بالنشاط رقم واحد، أكتشف معنى الإحساس بالآخر. نعم، الصورة أليف طبعا هذا الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا طبعا عمال نظافة، عامل نظافة، وهذه طبعا يبدو خادمة البيوت، وهذا طبعا رجل أعمى. نعم، بالاعتماد على الحوار في أمه تعلمته حدث في الرسوم الواردة في الوثيقة أنجز ما يلي. سننجز: أذكر مستعين بالرسمين باء وجيم. نعم، الرسم باء والرسم جيم. مهنة كل واحد منهما. نعم، مهنة كل واحد منهما. بالنسبة للباء فهو كما قلنا عامل ديال النظافة، عامل النظافة. وبالنسبة للجيم، نعم، شنو هذه؟ خادمة البيوت. نعم، خادمة البيوت. ثم أبين كيف يجب علينا أن نتعامل مع الناس الآخرين. إذا التعامل مع الناس طبعا عدم الاستهزاء بهم، عدم الاستهزاء، عدم الاحتقار، عدم الانتقاص منهم. ينبغي طبعا التضامن معهم، التضامن هنا عدم، عدم الاحتقار، عدم الانتقاص، تضامن معهم طبعا، التعامل معهم طبعا بشكل عادي. نعم، أصف وضعية الطفل من ذوي الاحتياج الخاصة. الرسم أليف هو، وأعبر عن نوعية الأحاسيس التي يحتاجها منا في مثل هذه الحالة. إذا أولا الطفل من ذوي الاحتياجات يعني طبعا له كرسي متحرك، والأحاسيس التي يحتاجها منا في مثل الحالة هو نعم التضامن معه، التضامن معه وعدم إحساسه بهذا النقص، لأنه من ذوي الاحتياجات عدم إحساس يعني، وذلك عن طريق الشفقة. بالتالي من الأفضل التضامن معه، التضامن معه والتعامل معه بشكل عادي وبسيط مثلنا، فهو مثلنا. نعم، ثم قالوا لنا هنايا: أقدم مثال عن وضعية أخرى صادفتها في طريقي وتصرفت فيها بما يتطلب الأمر في معاملة الآخرين. نعم، ماشي وضعية ما، مثلا امرأة مسنة تعبر الطريق، مثلا تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة يدرس معنا في القسم. وطبعا فبالنسبة للمرأة التي تعبر الطريق أساعدها، وطبعا بالنسبة للتلميذ الذي يدرس معنا نتعامل، نتضامن معه ولا نحس أننا نشفق بالشفقة، يعني نتضامن معه. سنرى ذلك. هنا أستعين بالرسم دال، رسم دال اللي كان عندنا هو ذاك ذكر الرجل الأعمى. والوثيقة اثنان، هناك أشخاص يستهزئون بالآخرين، أعتقد أنه لا ينبغي أن نفكر هكذا. تقبلني كما أنا عليه. نعم، ينبغي أن تقبل علي وأقبل عليك. تقبلني كما أنا عليه، نحن مختلفون وعلينا أن نقبل ببعضنا بعض كما نحن. نعم، أوضح كيف نتصرف مع الآخرين رغم اختلاف بعضنا، يعني عاد نتصرف. طريق التصرف هو من بين هو عدم الاستهزاء. أهم حاجة هو عدم الاستهزاء بالآخر، عدم الاستهزاء
طبعا بالآخر، وأن نعم كما أن تقبلني كما أنا عليه، يعني تقبل الآخر، نعم تقبل الآخر رغم اختلافات، نعم رغم الاختلافات. ثم أعبر إحساسي تجاه الرجل الضرير، هل أحترمه وأساعده أم أحتقره؟ فطبيعي أن أحترمه، وأساعده، نعم أساعده، يعني تقديم المساعدة له، تقديم المساعدة للرجل طبعا الضرير، للرجل الضرير، نعم نقول للرجل الضرير، نعم. الطفل، أنمي معجمي، الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة هو الطفل الذي يعاني من عجز في قدراته إما العقلية أو الجسدية، يعني الحركية، بشكل يؤثر في دراسته أو نشاطه اليومي، ويكون محتاجا لمساعدة الآخرين والإحساس به. ننتقل إلى النشاط الثاني، أستنتج من خلال أمثلة ملموسة معنى الصور النمطية، سنتعرف على ما معنى الصور النمطية. ألاحظ الصورة النمطية 1، الوثيقة طبعا 3، ثم أجد ما يلي، أعرف، نعم الوثيقة، لاحظوا هذه بنت طبعا تقوم بجمع الحطب ونقله إلى المنزل، هذو أطفال طبعا يتجهون إلى المدرسة كما تلاحظون ويحملون معهم محافظهم، أعرف بالمكان الذي فيه طبعا الأطفال، نعم المكان يبدو أنه المكان في القرية، المكان هو القرية أو في المجال القروي، القروي مجال القروي نعم في المجال القروي، نعم. أصف وضع الطفلة والمهمة التي تكلفها، إذا الطفلة طبعا عندها وضعية طبعا هي بصراحة صعبة مزرية، طبعا تحمل الحطب، نعم وتحرم من الدراسة، تحرم من ماذا؟ من الدراسة، النون هذا من الدراسة اللي هو مثل كمثل الأطفال. أصف وضعية تجول عليها الأطفال 4، وأين يتجهون؟ هاد الأطفال طبعا يحملون محافظهم على ظهورهم، نعم ها هي هنا شنو، الأطفال يحملون المحافظ ويتجهون إلى المدرسة، يتجهون إلى المدرسة، في حين أن البنت حرمت من حقها في التعلم. نعم أبدي رأيي في هاتين الوضعيتين وسنتج ما ينبغي أن يكون عليه الوضع بالنسبة للطفلة في الصغر. إذا رأيي ديالي واضح كباقي الآراء ديال الناس المتفاهمين، هو أن الطفلة ينبغي لها الحق التمدرس، حق التمدرس، نعم مثلها كمثل باقي الأطفال، يعني ضروري أن تدرس. إذا الوضعيتين هذا طبعا لا ينبغي أن يكون هناك تمييز بين الذكر أو الأنثى، فالطفل يتجه إلى المدرسة فمن حقها كذلك هي الأخرى أن تستفيد وأن لا تحرم من حقها في التدرس. نعم إذا شاهدنا قبل قليل صورة نمطية اللي عندنا أفكار قديمة في البادية، وأن الطفل هو اللي خصو يقرأ والبنت طبعا تحرم من الدراسة. الآن سنرى صورة نمطية أخرى، لاحظوا هؤلاء هاتين طبعا المرأتان تقومان بطهي طبعا بين الخبز في هذا الفرن هذا اللي هو تقليدي، هذا الرجل طبعا يقوم بطبيب من الطب، وهذه امرأة أو خادمة تبيوت تقوم بغسل طبعا الملابس. استعينوا بالصور النمطية باء، هما هادو الوثيقة 4، نعم هي الوثيقة 4 هذه، الوثيقة 4، وطبعا الصورة النمطية ديال هاد النساء اللي كيقوموا به طبعا طهي الطعام في البادية، هذا بين مدى يمتهن مهنة التطبيب، وهذه خادمة البيوت، نعم. أصف المكان الذي يوجد فيه الأشخاص في كل صورة، فطبعا فبالنسبة الأولانية هاد الصورة هذه طبعا المكان هو البادية أو القرية، وهنا بالنسبة لهذه المدينة، مدينة طبعا طبيب، وهذه ربما هي تكون المدينة ولكن خادمة بيوت في المدينة، خادمة بيوت نعم. أسمي الأشغال التي يقوم بها الرجل وباقي النساء، هادو
بالنسبة للصورة الأولى، طهي طبعا بين الخبز، لما كان طهي الخبز، طهي الخبز. بالنسبة لهذا مين هو؟ تطبيب، يعني معالجة المرضى، معالجات، فحص المرضى، معالجات، وكل منها فحص وفحص المريضة. بالنسبة لهذه خادمة البيوت، طبعا معروفة خادمة بيوت، ماذا تقوم؟ خادمة البيوت يعني بغسل الملابس وطبعا الأواني. وعبر عن رأيي في هذه الصورة، وفسر لماذا أسنت لهم مثل الأدوار. عبر عن الصورة، هذه الصورة نمطية في المجتمع ديالنا كانت، يعني أن المرأة طبعا تقوم بشؤون البيت، بينما الرجل هو الذي يقوم طبعا بخارج البيت. إذن فهذه الصورة نمطية طبعا، فيها تمييز وفيها عدم إنصاف للمرأة، وبالتالي تبقى خاطئة. هذه الصورة النمطية الخاطئة التي توجد في مجتمعنا. نشوف هذه الصورة النمطية الأخرى، لاحظوا هذا ربان طائرة، هذا طبعا مهندس معماري، وهذا طبعا راعي الأغنام. إذن طبعا هذا التواجد ديالو يكون في المدينة، وهذا في البادية. إذا عند الصورة النمطية اللي كتبين لينا، هو أن الرجل ديال البادية طب ملزم بالقيام بشؤون البادية وعدم متابعة الدراسة باش يحصل على مهنة أحسن من هذه المهنة ديال راعي الغنم. ولاحظوا الصور النمطية جيم وش مزيلة، أقدم وصفة لما يتضمنه كل صورة. كما قلنا، هادو ربان الطائرة طبعا، وهذا مهندس معماري، وهذا رجل راعي الأغنام. إذا ربان الطائرة، فربان الطائرة عندنا هو يسوق السائق الطائرة، المهم ديالو هو سائق، يسوق الطائرة. مهندس يقوم معماري، يقوم بالتصميم، قيام بالتصاميم، التصاميم حسن، التصاميم بلانات. وراعي الغنم معروف بالدور ديالو، يرعى الغنم، يرعى الغنم. إذا هذه بعض توضيحات المهام اللي يقوم بها ربان طائرة، وهذا مهندس معماري، وهذا راعي الغنم. أستنتج لماذا تسند الأشخاص أدوار ومهام مختلفة، وهل في ذلك تمييز غير منصف؟ طبعا ما دام هذا تواجد في البلدية وهذا طبعا في المدينة، فهناك هذه الصورة النمطية، وأن هذا يقتصر فقط على القيام بطبعا الغنم، فهذا تمييز غير منصف، ذلك تمييز، وطبعا عدم الانصاف بين هؤلاء. وهذه هي ما تسمى بالصوره النمطيه، التي طبعا اعطيكم تعريف عليها. هي موجوده هنا. الصوره النمطيه فكره مسبقه عن خصائص يملكها الرجال والنساء او الادوار التي يؤدونها في المجتمع او الحياه العامه. اذا فكره مسبقه، وهي فكره خاطئه، عن خصائص يملكها الرجال والنساء او الادوار التي يؤدونها. فمثلا الرجل ديال المدينه هو اللي كيقول مثلا انه عنده قدره باش يتابع دراسته، هو اللي عنده قدره انه يكون مهندس ويكون طبيب ويكون ربان طائرة. بينما ديال البادية فطبعا مهامه تقتصر على المجال الفلاحي، وهذا خطأ، وهذه الصورة النمطية طبعا خاطئة. كاين مثلا أو الحياة العامة، عندنا مهندس، راعي غنم، طبيبة أو طبيب، خادمات البيوت. نمر أو ننتقي إلى النشاط ثلاثة، أربط العلاقة بين الصور النمطية والتمييز حسب الجنس واللون والمعتقد. نعم، هذه رقيات، نحن من نفس الجنس البشري. طبعا رقيات طبعا تبدو انها من السنغال، من افريقيا. فرانسوا يبدو انه طبعا من اوروبا. شاكيلا، كارمن، زها، وغيتا. نعم، اذا اذكر اسماء الاطفال والقارات التي تنتمون اليها. فقلنا عندنا هاد رقيات، رقيات هتكون من افريقيا، السنغال، المهم القارة الإفريقية. فرانسوا، فرانسوا هيكون من طبعا أوروبا، طبعا أوروبا. عندنا شاكيلا، كاين هذا الاسم في إيران، وهذا طبعا هيكون آسيا. ثم كارمن، ها هي كارمن، اللي هي طبعا كاين هذا الاسم وجدته هنا في أمريكا الجنوبية، أمريكا الجنوبية، وبالضبط مثلا في البرازيل، في بيرو. وطبعا هذا الاسم، هذا الاسم هذا اللي هو زهاو، من آسيا.
طبعا لقينا في الصين مثلا. ثم غيتا راها طبعا مغربية، الاسم ده مغربي، غيتا مغرب، اذا افريقيا، اذا افريقيا هما باش تشوفهم. بعدها قالوا لنا اقارن بين هؤلاء الاطفال واصفهم يختلفون ما يتشابهون فيه. لهنا قال لك هذا، وبين هل هناك جنس واحد ام عده اجناس. طبعا هناك عده اجناس نختلف طبعا، ولا نعم من حيث الجنس، فهناك الافارقه وهناك الاوروبيين وغير ذلك. اقارن بين هؤلاء واصفهم يختلفون ما يتشابهون. اذا ما يختلفون هم من حيث اللون مثلا، من حيث طبعا العينين مثلا، ولكن يتشابهون انهم من نفس الجنس البشري. دي المهمة، انهم من نفس الجنس البشري، نفس الجنس البشري، نفس الجنس البشري. قلنا يختلفون من حيث اللون ومن حيث الصفات الجسدية كالعينين واللون طبعا. إذا هل يمكن يعتمد على الجنس واللون والمعتقد التمييز بين هؤلاء الأطفال؟ لا يمكن الاعتماد على الجنس واللون والمعتقد بالتمييز بين الأطفال. طبعا فهما، فكل الأطفال من نفس الجنس البشري، فلا يمكن التمييز بين هؤلاء، وإلا ستكون عندنا صورة نمطية. إذا هنا عندنا استعينوا بصور ستة، ولاحظوا الوثيقة طبعا سبعة، ثم أسمي الديانات التي تدعوها كل واحد. نعم، لا يصلي إذا الديانة الإسلامية والديانة المسيحية ثم الديانة اليهودية. إذا عندنا ثلاث ديانات، عندنا طبعا الإسلام، الديانة الإسلامية، ثم الديانة اليهودية، ثم الديانة المسيحية. فطبعا هناك ينبغي أن يكون هناك تسامح بين هؤلاء الديانات. نعم، أسمي الديانات التي يدعو بها كل واحد من الأطفال. فطبعا الطفل اللي كيجي في السنغال أو في المغرب فكيكون الإسلام، وطبعا خا يكون مثلا في آسيا فلا يعني أنه يكون البوذية أو لا. طبعا هي شاكلة عندنا في إيران، يعني في آسيا، وقد تكون في إيران يعني قد تكون مسلمة وقد تكون غير ذلك. وعندنا كارمن في البرازيل وبيرو، فهادو كيكونوا الديانة المسيحية. معروف أن في البرازيل، أو في البرازيل ولا البيرو، مشهورة الديانة الكاثوليكية يعني المسيحية. ولكن يبقى طبعا على حساب، المهم هذه الديانة اللي كاينة أكثر، موجودة أكثر في تلك الدول. هنا هل أذكر الديانة التي، نعم، هل يعد المعتقد سببا للتمييز بين هؤلاء؟ لا يمكن أن يكون المعتقد سببا للتمييز بين هؤلاء الأطفال وعدم احترامهم، لا. فينبغي التعامل معهم بشكل عادي بين مختلف الديانات، فلا ينبغي أن يكون هناك تمييز بين هؤلاء. نعم، نمر إلى هذا النشاط هذا اللي تيقول لنا أنقل جدول أستعين الوثيقة من 1 حتى 7 عن رأيي حول كيف ينبغي أن نتعامل مع الأشخاص الآخرين كيفما كان جنسهم أو وضعهم الاجتماعي أو معتقداتهم الدينية، بوضع علامة في خانة الجواب الذي أرى مناسبا. التصرف أبادلهم الاحترام، نعم أوافق، أبادل الاحترام. فلا ينبغي التفسير هو عدم التمييز او بدون احترام، لاننا من نفس الجنس، لاننا من نفس الجنس البشري. هذا التعليل، نفس الجنس البشري، لاننا من نفس الجنس البشري. ارفضهم، لا اوافق، لا ارفضهم، بل اتعاملهم طبعا ولا يكون هناك تمييز. لا هذا هنا خط. اقدرهم، نعم اوافق، اقدرهم. فطبعا فهما من نفس الجنس البشري، هذا تعليل. اعترف بهم، جيد، نعم اعترف بهم، فلا يمكن التمييز بينهم. اتقبلهم، نعم اتقبلهم كيفما كانوا. اكرهم، هذا لا اكرههم، هذا اذا لا اوافق، لا اكرههم. فطبعا الكراهيه ما الدين ديالنا حنا كنسلمين مثلا، فلا لا اكراه في الدين ولا نكره احدا. اذا قراو ثم هاد هما، مسموح لنا قراو هاد التمييز، التعامل مع فرد او مجموعه افراد من خلال احكام مسبقه وعدم احترام المساواه بين الاجناس. هذا هو التعريف التمييز. الجنس، تقسيم الجنس البشري بناء على اللون، الخصائص الجسديه، اللون، الجسم، الشعر، الشكل، العينين وغير ذلك. اللون، لون البشره، الشعر والعينين الذي يميز جنسا عن الاخر. ثم المعتقدات، هي الافكار الدينيه، المعتقد الاسلامي والمعتقد او الديانه التي يؤمن بها كل فرد، بحال الاسلام، المسيحيه واليهوديه. اتمنى ان تكون قد استوعبت.